افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قصر الأميرة فوقية التابع لمجلس الدولة بعد إعادة ترميمه وتجديده، حيث قام بجولة تفقدية داخل القصر. كما شهد الرئيس السيسي مراسم توقيع اتفاقية النظام الأساسي للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي تترأسه مصر ويضم عددا من الدول العربية. ووقع الاتفاقية المستشار جمال ندى رئيس مجلس الدولة ورؤساء الوفود القضائية العربية المشاركة في الاتحاد.